Which one of the following is associated with pseudohypo parathyroidism? Low calcium, low parathormone, short force of sympathocarpals, low IQ, short stature. تمام دي مظبوط، هي لو بارس من اللي بس هو هاد بارس سيرفيس. العيان عنده كيميكال زي الهاي بس لما نيجي نعمل الكالسيوم والفوسفيت والبارثيرويد بنلاقي البارس هرمون عالي لان العيان عنده انسستيفيتي في الريسبتور يعني. في ميل 34 سنة بريزنت وذ بالبيتيشن تريمور اند هيت انترولوجي. She is diagnosed with David C. and started on cabinazole. ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع الدراج ده؟ تمام يا باشا، اعرف ان دي بيقولك السويد بوكس. يلا تمام. في ميل 52 سنة وستسبكت الدايبيتس هذا الأوراجل بوكس تيست فولونج ذا ستاندرد دبليو اتش او بروتوكول ذا فولونج ريزلت بروتوكول. في البداية 5.5 ملي مول وبعد 30 ثانية 4 من 10 لو شوف ذيس ريزلت في انتر بويتين. تمام بيردو جروستون من 7/1 لحد 11/1 البيرد بيخش لو عدى 11/1 يبقى دايبيتس. يلا يا باشا دايبيتك مان دايجنوزد از هافينج بينفول دايبيتك نيوروباس ان هيز فيت هي هاز نو اذر ميديكال هيستوري وات از ذا موست سوتبل فيرست لاين تريتمنت ريليف هيز بين. تمام هو الدوسمبالتا هو فيرست لاين وبعد كده تزور وبعد كده بنكومباين واحد منهم مع البريجابيت او الجابابيتيت اخر حاجه في رمضان. في 30 سنه عندي انفستيجيتد في الشوتين اورجنوريه is diagnosed as having a VCO following an ultrasound scan. تمام she is hoping to stop the family and her doctor to stop the performance of boy and grow the fertility in mechanism of action for the VCO.
Oh, synchro config. Oh, increases the reference resistance. The majority of patients to have a degree of resistance, which in turn can lead to complicated changes in vital duty access. What action time? I'm not going to resolve the resistance. انما الادويه اللي بتخلي البنكرياس يطلع انسولين اللي هم السفران الري والريبالجينايت ميل 25 تايب 1 is viewed in clinic what is the single most useful investigation to monitor oxidation. تمام مظبوط وصلت كده. المين تايب 1 ده باراثيرويد وبتيتوري وبنكرياس تيومرز الثلاثه تمام هاي انسنت في بوث تيومر اند ميك سيرم انسنت يوسف انديكيتد المين تايب 1 انفكت انديفيدوال تمام ميل 28 نيرسينج هوم إذا أدمتد تو ذا أكيوت يوم أفتر بينج فاوند كولابسد إن هيز يوم أكيرر فروم نيرسينج هوم بريزنت إن ذا بوك ذات هي هاز هاد ريجولار هايبرز ريسنتلي أون أدميشن هي وورز بروكن بعد بروسيس طاقة نحو 8 فور ذا أي بي سي ريجولار سيجنيفيكانتلي إمبروف كان بياخد من الفورمين بالكلازايت بالكازون او بيزن ايه الموست ابروبريت انيشيال اكشن بالظبط نصف الكلازايت لان هو ده اللي بيعمل هيدرو جلاسيك انما الميتفورمين والبيزن دول ايه جلاسيك نظر متفورمين كوز هايبوكلاسيميا الجلوسايد داز از فور ريسبونسبل اند شود بي ستوب وايل فايتنج ابوف لونجر تيرم تشينجز يعني هو ده اللي كان دخل في هايبوكلاسيميك افكت اللي هو غريز تمام في ميل 31 سنه وز بي سي او كونسلت يو از شي از بروف وز اكتيف فيشن switching and combined all the system to see simply the AO has had no effect on examination has a short term effect on the diagnosis take and beard and in the brain Thank you.
اوكي تمام، رقم الرقم عديد اللي هو توب كات اي فلور ديسيز. ماشي في 18 سنة اذا في مشهد رقم ويز ان ايبيسود اوف سبيكينج جالريز شي از بروت ان باي هيز فاذر هو هاز تايب دايبيز and he is worried she may have be diabetic. He describes a number of symptoms for the last 2 weeks. He came in a clinic in Salah al-Kisra to the following article. تمام؟ لازم نركز واحد 8 يسوى 15 عالي بروز 22% والسيبي الطايد قليل. ايه الموست لايك دايجنوز؟ غالبا دي انسون اكيد. ها انسون عالي وصير قد طب انسون تعبوها يعني. The residence with low C-type level went to diagnose of intense illness. C-type level went to raise the admission to secondary. The secondary is to be helped in case of the heart. انسون كتير في الانسون بيطلع بالسيل بتاعه وهكذا الامر انسلينو مع انسلينو الانسون يبقى عالي ويخفف انما في الانسون ابيوز الانسون يبقى عالي ويخفف في ميد بيشن روح في السنه وجود الفرزيوت ورزيباس انورمال بيريود اوف اراوند 4 مانث بيريود تو ذيس شي هاز ا ريجولر 30 دي سايكل الرجل التست نيجاتيف مش الفورمر ان سيتين بروف طلع بتاع الكلام ده وكده اف اس اتش عالي ال اتش عالي والاستر زيوت قليل ايه الدايجنوز انت كده على الطرف تمام هو بريماتور اوفر انفيري يعني في ريزيستنت تو في الاوفر فالاف اس اتش و ال اتش في ميل 93 سنه هو ليفز ادوم سي يو ريجاردين ترابل سم اورجين كونتنت اوفر ذا باست يير You have a note. You have noticed a steady decline, and she is becoming very she has a number of calls while rushing to the doctor, resulting in attendance at the local emergency room. She previously had a wound or post on the other there was no significant improvement. هديلها عليك ايه؟ احنا حلينا السؤال ده قبل كده. دكتور محمود ريش وصل ولا ايه؟
طب كمل يا دكتور محمود عشان حضرتك تتكلم ونستفيد من حضرتك يعني. مش العفو والله، الله يكمل. لا يعني بتكلم الكلام ده ظبوط. اوكي هو جه عليه سؤال قبل كده، اللي هو الميرابيجون ده كان بيتكلم عن ان هو بيتا 3 اجونست يعني. هيك سامعني يا دكتور حسن؟ ما حضرتك سامعك. انا دكتور هو ايه فكرة الموضوع ان الكلام كتير يعني؟ نعم؟ هو ايه فكرة السؤال ان الاكسبريشن في الكتير يعني؟ وانا الصوت عندي فيه مشكلة، انا شوية مش سامع يعني. عيد حضرتك السؤال تاني. ايه فكرة السؤال ده، لان الاكسبريشن كتير يعني، بدل ما نكرر الاكسبريشن حضرتك تقول لنا هو كان الدكتورة عائشة اتكلمت عن النقطة دي، العيان الكبير وفيه هيستوري مثلا عنده امبيرمنت او كونفيوجن او كده، بنستخدم أدوية تانية بشكل كبير جدا. فهنا في عنده يعني اعتقد عنده ايرج انكونتيننس، صح كده؟ ممكن نرجع تاني يا دكتور حسن. طب نستخدم دواء تاني اللي هو عشان الريسك بتاع اليورين ريتنشن او كده، فكرة اللي هو الميرا بيجرون بشكل. اوكي تمام دكتور. هو حتى هنا بيتكلم على الاوكسيبيوتينين، وكان بيقول لك ان هو الانتي ماسكينك تشويس في الحالات دي، بس عشان الريسك بتاع الكونفيوجن والديليريوم، فبنستخدم ساعتها اللي هو الدواء الجديد اللي هو الميرابيكو. نستخدمه لأن history of fall risk of بالظبط fall كده، لذلك يستخدمه عشان الهيستوري اوف فول وكمان الكونفيوجن كمان. الconfusion دليل بعدين، بس أكثر شيء لأن عساس كبير بالعمر وهذه، فيفضل إنه يغيرون الدواء. بالظبط. اتفضل يا دكتور اشرف. تمام. The male 42 سنة presents to his GP feeling generally unwell. For the past 3 months he has been experiencing daily frontal headaches, which have not been helped by regular bustamol. He has also noticed some unusual symptoms such as his wedding ring no longer fitting, his shoe size apparently increased, تمام, and the small amount of milk discharge. خلاص دي سنة في حالة أقوى. تمام. الميل 67 سنة who has a history of type 2 diabetes and BBH, present with burning pain in his feet. This has been present for the past few months and is getting gradually worse. He has tried taking the glucosamine but unfortunately has received no benefit. Clinical examination is unremarkable other than diminished sensation to find touch on both soles. هديله ايه الانيشال مانجمنت؟
بري جبل. تمام. انت تريني نورمالي بي فيرست تشويس، بس عشان انا عندي بي اتش ففي ريسك وفي ريتنشن. تمام بالظبط. تمام. ميل 61 سنه بريزنت از هي ديفلوب اللارجست اوف هيز بريست تيشو. تمام. هي هاز بيكم فيري سيلف كونشس اند از وورد اباوت جوينج اون هوليداي ان ذا سامر. Which one of the following drugs is mostly likely to be responsible? The gynecomastia speron lactone. Okay. هو الموست كومون، أشهر واحد هو الزولين. في ميل 35 سنة has recently been diagnosed with Addison. Due to autoimmune adrenal failure after visiting, presenting with a 3 month history of lethargy, nausea, weight loss, and fainting. Which of the following? تمام. I will go with debug. The sinning of debug and the axillary hair is seen in female with Addison due to reduced production of testosterone from the adrenal gland. تمام. ميل 43 سنة is found to have few chromosomes which antihypertensive medication should be stopped first. نفس الانزيمين طبعا. بالظبط الفا بلوكر الأول طبعا. بالظبط. تمام. في كونستوم جيل في اوكسيبنزامين بيفور بيتا بلوكر. هو نون سيلكتف الفا بلوكر. تمام. شود بي ستارت قبل بيتا بلوكر يعني. تمام. ميل 49 سنة و type 2 diabetes is reviewed despite weight loss and disorder with metformin and glycoside الهيموجلوبين بتاعه 7. Which of the following factors would suggest that the patient may benefit from midnight? تمام. ميتليتامايد استيمولات انسولين ريليس. تمام. ميل 18 سنة وذ باك جراوند اوف مارفان سيندروم بريزنت تو ذا ايمرجنس ديبارتمنت وذ بالبيتيشن اند سويك. تمام. هو كان هايبرتنسيف وضغطه كان 198 على 101. هيز كومبليننج اوف ديفلوبمنت اوف ديولز نيز تورسو اند شيك. Which provide a pain and needle-like sensation. 24-hour urine catecholamine has been sent and currently pending. What is the most likely diagnosis? تمام. هو من تايب 2 بي في كروموسوم مع مدار سوريك كانسر مع طريقه افيرنس.
تمام ده من تايب 2 دي. معاه كمان ميكوزا نيوروما الكيز اللي دي كان معاه ميكوزا نيوروما. طيب 133 سنه وايت اتندز هيز جي بي ويز ا 2 مانث هيستوري بيتوس دي سيرجي اند ديسبيرسي. تمام عمل سيرجكت قبل كده فور جريفز فور جريفز نو سيجنيفيكانت فاميلي هيستوري وبياخد حاليا ليفوسايروكسين. الجي بي داز ا كمان الجلوكوز ميشرمنت كان 18 واحد عالي